هنفهم مع حضراتكم إزاي ممكن تستفيد أفريقيا من انضمامها لمجموعة العشرين، وأيضا ماذا تقدم أو ماذا يقدم الاتحاد الأفريقي لهذا التكتل العالمي، إزاي ده ممكن يحدث وإيه هتكون أوجه الاستفادة من الناحيتين. هنفهم مع حضراتكم ده بالتفصيل. معانا على الهاتف دلوقتي دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. واليوم وقمة مجموعة العشرين ودعوة الاتحاد الأفريقي للانضمام لقمة مجموعة العشرين، وكيف تستفيد الدول الأفريقية بانضمامها لهذا التكتل العالمي الاقتصادي الهام، وأيضا ماذا يقدم الاتحاد الأفريقي لهذا التكتل؟ اهلا بيك يا استاذ هدير، واهلا بالساده مشاهدي التلفزيون المصري. طبعا هي قمه التحديات المتزايده في ظل ازمات عالميه اصبحت مركبه واصبحت لا يمكن القضاء على هذه الازمات الا من خلال التكاتف، وفي ظل حاله من الاستقطاب الحاده بين القوى الدوليه، واصبحت القاره الافريقيه هي الاهم في المنظومه الدوليه في الفتره الاخيره، على اعتبار انه حتى هذه اللحظه لم يتم استغلال الثروات الطبيعيه الكبيره داخل القاره الافريقيه، وبالتالي حاله الاستقطاب جعلت وجود الاتحاد الافريقي كعضو مهم في مجموعه العشرين يؤشر الى ان الفتره القادمه هي فتره القاره الافريقيه، وده ظهر بشكل واضح جدا في الفتره الاخيره عندما ترأست مصر يعني رئاسة الاتحاد الأفريقي وعادت من الباب الواسع إلى القارة الأفريقية، وتم توقيع الإطار التنفيذي لاتفاقية التجارة القارية الحرة اللي بتخدم أكثر من 1.3 مليار نسمة بحجم استثمارات 3.4 تريليون دولار، وده بينعكس كبير جدا من خلال رؤية استراتيجية حقيقية لتوسيع وتنويع الشراكات الاستراتيجية اقتصاديا، بما يحقق الفائدة المتنوعة على كل الدول وليس فقط على مجموعة مجموعة العشرين أو حتى فيما يخص القارة الأفريقية، لأن انضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين ده سيؤدي وبشكل كبير إلى انضمام أكثر من 52 دولة أفريقية سينضموا بشكل كبير، لأن هو هيكون سوق لهذه الدول. صحيح، بكل ما تحمل هذه الدول من ثروات يمكن لعقود كان بيتم استغلالها لكن ليس في صالح الدول الأفريقية والمواطنين الأفريقيين، كيف يمكن أن يتم التعاون بشكل يضمن التنمية المستدامة لشعوب هذه القارة من خلال انضمام الاتحاد الأفريقي لقمة مجموعة العشرين؟ طبعا يعني مجموعة العشرين هي قمة مؤثرة، بل هي المجموعة الأقوى في المنظومة الدولية اقتصاديا وأيضا سياسيا، ولكن يعني هذه المجموعة بتشكل أكثر من 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وده رقم كبير جدا يؤشر لقوة هذه المجموعة الاقتصادية، من 75% من حجم التجارة الدولية، بالإضافة إلى وجود أكثر من 60% من سكان العالم داخل هذا التجمع أو هذه المجموعة، وبالتالي أرى أن القارة الأفريقية بما لها من ثقل اقتصادي كبير وبداية تحرر حقيقية من خلال العمل على الاستفادة من الثروات داخل القارة الأفريقية وفقا لمبدأ رابح رابح، وبعيدا عن اتفاقيات الإذعان التي تخدم طرف على حساب الطرف الآخر، وبالتالي الفترة القادمة أرى أن هناك رؤية استراتيجية بيتم صياغتها من خلال رئاسة أيضا مصر للنباد، وهذه الجزئية ستبحث عن إيجاد تنمية مستدامة داخل القارة الأفريقية، وخاصة أن البنية التحتية في القارة الأفريقية إذا تم إعادة بنائها أو تم عمل بنية تحتية قوية داخل القارة الأفريقية كتنفيذ مشروع القاهرة كيب تاون أو ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، وأيضا من المشروعات الهامة وتنفيذ هذه المشروعات على واقع الأرض في ظل الفرص الاستثمارية الحقيقية داخل القارة الأفريقية، أرى أن الفترة القادمة من الممكن أن يكون هناك تحول حقيقي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للشعوب الأفريقية اللي بدأ يكون لديها رغبة حقيقية في تحقيق أهدافها سواء سياسيا أو اقتصاديا، وهذه المجموعة من الممكن جدا أن يكون هناك إضافة متبادلة لها وللقارة الأفريقية معا. صحيح، وربما يا دكتور بوجود مصر ودعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور القمة اليوم، وحانه بعد كوب 27 كان في يعني
رقم ضخم في الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة في مصر. إذن الحديث عن تنمية مستدامة والحديث عن اقتصاد أخضر في الدول النامية ومنها طبعا القارة الأفريقية حديث هام، وربما اللقاءات الثنائية التي سيعقدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس أولوياتها هي مسألة الاقتصاد والاستثمارات. سؤال مهم جدا يا أستاذة هدير. مصر وضعت قدمها داخل المنتديات الكبرى ليس من فراغ، ولكن نتيجة عمل دؤوب قامت به الدولة المصرية في الفترات الأخيرة، ونجحت في الانضمام لمجموعة بريكس هي وثلاث ودولتين عربيتين او ست دول تم الانضمام، ودي دلاله من اصل 23 دوله كان لديهم الرغبه في الانضمام الى مجموعه بريكس، والان يتم دعوه الدوله المصريه لوجودها داخل مجموعه ال20، وهذه الدعوه كما اشرت لحضرتك لم تاتي من فراغ، ولكن نتيجه العلاقات الاستراتيجيه وتنويع مصر وشراكاتها الاستراتيجيه مع كل الدول، ونجحت في ان تتبوأ مكانتها الحقيقيه على واقع الارض. يعني زياره الرئيس السيسي في شهر يناير الماضي الى الهند كانت زياره مؤثره جدا، وتم توقيع اكثر من 3 اتفاقيات بقيمه 8 مليار دولار في الهيدروجين الاخضر والطاقه المتجدده، ثم زياره هامه جدا لرئيس الوزراء الهندي للقاهره، ولقاءه ايضا وتقديم دعوه للرئيس السيسي دلاله على المكانه الكبيره باعتبار مصر هي صوت افريقيا وصوت الدول الناميه في هذه المنتديات، والان يعني مصر تسير مع الهند في اكثر من شراكه ومع كل دول المجموعه بتقوم تنفيذ الكثير من المشروعات والمصانع الخاصة بالأدوية، منطقة صناعية لقناة السويس، ورغبة الكثير من الدول من الاستثمار فيها، توفير بيئة تشريعية قوية، توفير بيئة جيدة جدا لتحقيق أعلى العوائد الاستثمارية، كلها مؤشرات تدل على أن الدولة المصرية بتسير في الطريق الصحيح في تنويع شراكاتها الاستراتيجية اقتصاديا، مما يحقق العائد المرجو وليس فقط للدولة المصرية ولكن لكل الدول النامية وللشعوب الأفريقية، يعني من أقصاها إلى أدناها. صحيح، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.